بقالنا فترة كده بنشوف على السوشيال ميديا جيل السبعينات والثمانينات، جيل بسنت، والجيل بتاعنا بقى بتاع التسعينات والألفينات، جيل زد ده بيشتكي. صح بسنت ولا جيل زد؟ أعتقد ده صح. طيب بيشتكي من بعض الألام بقى في الرقبة والظهر والركب والخشونة والحاجات دي كلها. فبنشتكي بقالنا فترة من الحاجات دي، وأعتقد أنه من ضمن الأسباب اللي خلتنا كده هي عدم ممارسة الرياضة. حقيقي. يعني هنتكلم طبعا عن الجيم والناس اللي ما بتروحش الجيم والناس اللي بتنوي ان هي بتبقى خير والله ان احنا فعلا نروح جيم، بس غالبا كده كلنا معمول لنا عمل ان احنا ما نروحش الجيم. ايوه بنبقى ناويين ان احنا نروح بس ما نعرفش ايه اللي بيحصل، ناويين نمارس رياضه بس ما تعرفش، بتدخل اول يوم متحمس واخد الموضوع على اعصابك قوي ومشدود، واول يوم يعني خلاص يجيب أجلك زي ما بنقول كده، تروح مش قادر تتحرك، ما بتنزلش تاني يوم، خلاص تاني يوم في تالت يوم في رابع، خلاص انت ريحت فحاسس ان انت عملت اللي عليك خلاص أول يوم. سؤالنا بيقول احكوا لنا موقف حصل لكم في أول يوم في الجيم ده لو رحتوا طبعا يعني. لا أنا أيامي كانت اسمها صالة تدريب مش جيم. كانت قديمة شوية. لا أنا يعني أول يوم في الجيم أنا قررت إن أنا كنت الأول وأنا صغيرة يعني كلنا بنروح التدريب اللي هو بس سباحة أي حاجة بقى كنت مرنها، بعدين لما كبرت شوية قررت إن أنا أروح الجيم، وطبعا أنا ما كانش عندي وعي يعني محدش وأنا يلا هروح الجيم لوحدي كده محدش فاهمني حاجة، وما عنديش وعي فكرة إن كل شغلانة مهمة جدا، يعني حتى شغلانة المدرب في الجيم دي شغلانة مهمة طبعا جدا، فعش أنا تغافل عنها يعني أنا بالنسبة لي كان إيه لا أنا هصرف فلوس وخلاص أنا هوفرها. فاهم قصدي؟ أنا أجيب تمرينين من على اليوتيوب وانزل أعملهم فعلا. ده برافو عليك، عملت كده فعلا ودخلت الجيم ويلا بقى وروني ايه القصة هشوف، طبعا ولا فاهمة اي حاجة في الماشينز او يعني الالات اللي قدامي الاجهزة اللي قدامي او شو بقى اي حاجة منها. ابتديت ايه يعني مشيت الاول على المشاية، بعد كده ابتديت ايه اتمرن اي حاجة بقى، يعني انا اللي عارفة ان لازم اسخن كل عضلات الجسم في الاول، فروحت على جهاز المهم المدرب معدي يعني بس سؤال انا بس بعملها يعني ممكن تظبطها لي، بيقول لي انت عايز تمرني ايه؟ فبقول له ظهر، بيقول لي ده بنش. فخد من ده كتير حصل كتير. انا على الله قول انا على الله انا هنزل التمرين وخلاص مش فارق عندي هتمرن ايه؟ تسمرني عضله ايه؟ لا وبعدين دايما ايه لازم اول يوم في الجيم كل ما ابتدي لازم في حاجه اسمها ام بودي بتتعمل، الام بودي ده بيشوف الجسم الوزن قد ايه، كل عضله في الجسم وزنها قد ايه، المفروض ان هو بيعرف الوزن بالظبط بيحدده بيبقى دقيق قوي الجهاز ده، دايما لازم اتفاجئ. طب ما انا واكله قبل ما اجي ايس كريم يعني طبيعي ان انا يعني الوزن اللي شايفاه قدامي ده طبيعي، فلا هو في حاجات كتيرة قوي بتحصل اول يوم في الجيم، منها ان دايما ما بيبقاش عندنا يعني ايه فكره احنا اصلا رايحين نعمل ايه، ودي دي من اكتر الحاجات اللي دايما بتبقى مضحكه في اول يوم، يعني هبتدي منين، هخسس ايه، هعمل ايه، فدايما مهم ان احنا نبتدي يكون عندنا بلان او 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 خطه كده، انا هعمل ايه الفتره دي، هعمل ايه الاسبوع ده، همرن ايه بالظبط، ودايما لازم يبقى تسخين، يعني لازم اسخن عضلات جسمي كلها في الاسبوع كله او خلال الاسبوع ده كله. لكن طبعا يا شاذلي من اكتر الحاجات اللي بتبقى مضحكه جدا جدا هي بعد ما تروح من الجيم، خلاص بقى لو انت عديت المرحله دي بقيت عارف لو رحت بتعمل ايه يعني، وترجع البيت بقى متكسر بقى وتشوف الوجع الحقيقي اللي بتقعد بقى بعد اسبوع بتتالم الم حقيقي، عضلات جسمك كلها بتتالم من الجيم. انت بتعمل ايه؟ انا لسه امبارح كان اول يوم ليا في الجيم بس غالبا مش مكمل يعني. اخبارك وتقريبا كانت اول يعني من سنه برضو تقريبا كنا في شهر 11 يعني اخر مره رحت كان من سنه بالظبط في شهر 11 امبارح اخر يوم ولا امبارح ما هو يعني امبارح البدايه يعني امبارح كان البدايه المرحله الجديده بقى ان شاء الله. لا الله اعلم هي نهايه المرحله اللي فاتت ولا بدايه مرحله جديده. لا ان شاء الله لكن نويت ان شاء الله ان انا يعني اكمل. من المواقف اللي حصلت لي اول يوم ليا في الجيم اول ما دخلت من غير مدرب، داخل برضو متحمس وبتاع ودخلت على المشاية خدت فترة. بالمناسبة الموضوع برضو لازم يكون فيه مدرب عشان يقولك انت اصلا بتتمرن صح ولا غلط. مبدئيا في حاجة اسمها المجموعات، يعني بتعمل كل تمرين على كل جهاز مجموعات، مش ترمي نفسك كده على الجهاز وخلاص. تظبيط النفس وانت بتتمرن، شرب المية وانت بتتمرن، تاخد ايه، تتدرب على ايه، وبعدين ايه، تسخن ازاي،
كل الحاجات دي بالمناسبه محتاجه مدرب. وبنشوف على السوشيال ميديا، بنشوف على اليوتيوب ناس كتير قوي بيتكلموا تعمل تمرين ايه ما اعرفش قبل ايه. طب هل دول متخصصين ولا هي جت معاهم كده؟ للاسف احنا بنمشي ورا كلامهم. لكن طبعا اول يوم دخلت قلت له انا عايز تمرين يا كابتن، انا عايز تمرين والنبي عضله البطن والجنبين، وعايز في ظرف اسبوع ما الاقيش دهون. قال لي نعم، في ظرف ايه؟ قلت له 7 ايام. قلت له معايا 7 ايام بالظبط وعايز. قال لي طب اتمرن بنفس الطريقه دي. قال لي طب كمل. طبعا تكسير في الجسم رهيب بعد اول يوم اللي هو امبارح يعني، فانا النهارده مش قادر اقعد لكن مضطر نيجي طبعا. تكسير في الجسم جامد جدا، لكن مهم جدا ان احنا نمارس الرياضه. ما تجيش على نفسك اول يوم وانت رايح الجيم عشان ما تتعبش. دايما اي حاجه لو انت خدتها على اعصابك وبجد وبحماس زايد هتتعب ايا كان ايه هي الحاجه دي. فخدها واحده واحده كده عشان ايه يعني ربنا يكرمك وتكمل. النهارده رحت اتمرنت على خفيف، بس برضو لازم نقول ايه ان في مدرب. اتمرنت على خفيف، وميزه المدرب هنا انه برضو مش هيقسى عليك في البدايه، فهيعلمك تتمرن على خفيف بحيث انت لو هتروح 3 ايام في الاسبوع هتريح تاني يوم، اليوم اللي بعده لما هتروح هتلاقي جسمك مكسر. مش زي مثلا ما تكون داخل مخلص كل الاجهزه ومخلص كل التمرينات ومفيش حاجه اسمها مجموعات عندك تاخد راحتك وتنزل تكمل تنزل. بس اهم حاجه في الموضوع ده ايه؟ الاستمرار. كنت لسه هقول لك انا بحس انه مهمه قوي قوي ان احنا عندنا الوعي، يبقى عندنا الوعي بتاع انه احنا دي رحله هتاخد وقت كبير شويه. يعني دايما الناس، او احنا، انا من الناس اللي بنبتدي دايما الجد بقى قبل ايه الصيف بشهرين، ولازم فورمه الصيف، لازم نعمل فورمه واللبس هيبان فيه التخن، واحنا في الشتاء اهملنا قوي والكلام ده كله. الحقيقه ده ما بيحصلش، وبنيجي على نفسنا جدا وبنجهد نفسنا جدا. بعض الولاد بالذات بيحتاجوا ياخدوا اللي هي المكملات الغذائيه، الحقيقه منها كتير قوي بيبقى خطر على جسمهم، لكن بياخدوها على اي حال عشان خاطر هم في وجهه نظرهم انا قدامي شهر او اتنين بالكتير قوي وكانه داخل بطوله. يعني كانه عادته على البحر دي انا داخل كاس العالم للفهم للبادي بيلدينج. ففي الحقيقه مهم جدا ان احنا نفهم ان هي رحلة مستمرة طول الوقت. أنا مش هعمل حاجة لمدة شهرين وأوقف وأكل براحتي بعد، لا، لازم أن أنا دي تبقى بيقولوا عليها أسلوب حياة، تبقى دي أسلوب حياتي. لكن شوزي خلينا أسألك، عندك موقف فاكره من أول يوم في الجيم، يعني أول مرة رحت فيها الجيم في حياتك أو اتمرنت أو ممارسة الرياضة مثلا؟ مثلا كان في موقف قديم قوي حصل، كنت بلعب جودو زمان وأنا صغير تقريبا تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي حاجة كده. وبعدين المدرب كان يخض من المدربين اللي هم يعني بجد انا كنت بخاف جودو يعني انا كنت بخاف منه بصراحه يعني. وبعدين وانت بتتدرب فبتمسكه من البدله من هنا فكانت ضوافر طويله فكل شويه خربشه. فالراجل اتعصب عليا وقرر ان هو يعلمني الادب يعني. فالراجل بقى يشيلني ويرميني على البساط، مش بس كده كمل بقى. وكان عنده بنوته كانت بطله يعني ده موقف يعني صعب عليا شويه، لكن هو ده اللي حصل. كانت هي يعني قطعت شوط كبير جدا في التدريب ومعها خدت كام حزام يعني، فقديمه في كبيره شويه يعني. وقديمه في اللعب. قرر ان هو بقى ايه ينزلها معايا ماتش عشان تعلمني. وعلمتني الحقيقه بصراحه. وانا يعني انا فاكرها كويس جدا والله، بخاف اعدي من الشارع بجد. لو شفتها دلوقتي اعمل لها بلوك طبعا. طبعا انا امبارح بالمناسبه حرقت حوالي 230 سعر حراري. حلو. وده رقم انا ما اعرفش هو كتير ولا قليل. ما تقولي حلو ليه؟ طيب يعني تعسه تفاحه هي. لكن روحت كلت بقى مكرونه بصراحه فعلا. يعني بس انا خليني اقول لك على حاجه، مع الوقت ومع الاستمراريه، بس بعد ما تبقى يعني حرقت شويه ونزلت من الدهون وابتديت تبني العضلات، مع الوقت ممكن تبقى بتبتدي تاكل براحتك بكميات قليله شويه، لانه جسمك بيتعود على الحرق. حتى وانت يعني لو مثلا ما بقتش بتتمرن عدد الايام اللي كنت بتتمرنها قبل كده، جسمك هيبقى بيحرق لانه معدل الحرق بيترفع على كل حال. ويمكن من الحاجات المهمه قوي اللي لازم برضو نقولها، بما اننا بنتكلم عن الجيم واول يوم وكده، من الحاجات اللي لازم تعملها في البدايه انك تظبط اكلك كويس قوي عشان تلاقي نتيجه، فبالتالي ما تزهقش، فبالتالي يبقى اول يوم صح. هو اخر يوم لازم ابعد عن العيش والبطاطس والكميات والكرونة. تبقى على كل حال قليله. على كل حال ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك. احكي لنا موقف حصل لك في اول يوم في الجيم، عملت ايه اللي حصل؟ هندردش مع بعض ونشوف اجوبه حضراتكم وهنستعرضها في خلال حلقتنا النهارده. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.